لا لحظة متعبة جدا يعني، وانا بشوف البنت الصغيرة وممكن تصاب يعني. ده انا عايز اقدم حد شريكي من ضمن الشركاء الاساسيين اللي اصحاب فكرة القدس هترجع لنا، النجم الكبير هشام عباس. وصل وصل بالسلامة. وصل هشام يا جماعة، دخلونا هشام عباس، دخلونا. اهلا اهلا هشام. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك صحتك؟ اتفضلي. ازيك يا هشام؟ ازيك يا حبيبي؟ حبيبي الشياكة والجمال الحلوة. حبيبي يا هشام يا جميل، منور منور. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. ازيك يا هشام؟ الحمد لله. اتفضل يا استاذ هشام. اتفضل يا حبيبي. اتزنقت في الطريق. اتفضل جميل يا زهلان. هشام ممكن انت يعني احكي لهم المكالمة التليفونية اللي حصلت انت ورياض لمشار الله يرحمه، وبعدين انا وبعدين منى وانا في جنوب افريقيا. احكي لهم الفكره جت ازاي، اتاثرتوا ازاي في الاوبريت الجميل اللي انتوا عملتوه واشتركتوا فيه، اللي احنا اللي كلنا اللي هو حضرتك انت. لا لا.